ما شاء الله الشكل العام حاجة تفرح، حاجة حلوة جدا، الالتزام وانتظام الشكل العام، الزي الموحد، المدربين، الملاعب، فعلا النادي الأهلي هتلاقيه دايما غير. نروح أيضا نشوف تقرير براعم آخر مع ناشئ النادي الأهلي، براعم 2014. الحمد لله الولاد ماشيين كويس جدا، شغالين مع الولاد بطريقه كويسه من اول بدايه السنه. معانا كابتن بدر رجب، معانا كابتن تامر حفني، الحمد لله شغالين ببرامج علميه للولاد عشان نطورهم ونخليهم كويسين الحمد لله. فده ناتج بيحصل في الملعب وخلي الماتشات شكلها كويس وبنأدي اداء كويس ان شاء الله. طبعا العامل النفسي مهم جدا للطفل الصغير، بنحاول نديله الثقه، بنحاول نديله طول الوقت تعليمات بسيطه جدا عشان خاطر الولد بيبقى في ستريس لوحده، فاحنا نخلي الولد طول الوقت ان هو يكون مبسوط وهو بيلعب يكون فرحان وهو بيلعب كوره. دي اول حاجه. بعد كده بنبدا نديله تعليمات واحده واحده ان الولد يبدا ينفذ الحاجات اللي احنا بنديها له في التمرين. فالحمد لله الولاد شكلها كويس، برغم ان الموضوع بيبقى صعب جدا على الطفل الصغير، خاصه ان احنا في النادي الاهلي فالولد دايما بيكون في ستريس، فاحنا بنحاول نخليه الولد يكون مبسوط والامور تبقى ماشيه كويس الحمد لله. منطقه القاهره عامله البطوله من غير نتائج، بس احنا الحمد لله كسبنا كل الماتشات ما عدا ماتش واحد بس اتعادلنا مع فيوتشر، بس الولاد كلها بتادي اداء كويس الحمد لله، يعني اهم من النتيجه يعني. والله احنا تجهيزات المباراه دايما بنبداها من اول اسبوع، بنقعد احنا وكابتن تامر حفني وكابتن بدر رجب وكابتن علي الطويل، بنقعد نحضر لمطلوبات المباراه، دايما بنقعد نتفرج على الفرق اللي هي هنقابلها المباراه القادمه، نشوف نقط الضعف والقوه بتاعتها، بنبتدي نحافظ اولادنا وبنشتغل على هذا الاساس على الجيم. طبعا البراعم مختلفه جدا على الفرق الناشئين، دايما البرامج احنا بتيجي في اختياراتنا دلوقتي الحاجات السلوكيه، الحاجات المهاريه دي اهم حاجه بنبص عليها، والناحيه التربويه اهم حاجه دايما احنا بنتكلم فيها مع الاولاد. احنا النادي الاهلي احنا عندنا القيم وعندنا مبادئ دايما بنشتغل عليها والاسس، دايما التربيه بتاعتنا لازم بتكون مختلفه. انت لو بصيت للمهرجان شغال، احنا شغالين بمفهوم مختلف خالص، يعني الاولاد في السن ده مش عايزه ضغط كتير عليها، لا احنا بنتكلم في حاجات مهاريه، حاجات بسيطه نقدر نعلم بيها الاولاد. الكابتن علي بيقول لنا خرائط نعملها وننفذ الخرائط اللي هو بيقول عليها عشان نكسب المباراه. المباراه كانت كويسه، الفرقه اللي قدامنا كانت كويسه، بس احنا في حاجات افضل عملناها. الكابتن علي بيدربنا على حاجات كده ماشيين احنا بننفذها في الملعب. الماتش كان حلو ونفذنا، الكابتن قال لنا وحاولنا نعمل اي حاجه ويعنا نعمل تكتيكات، عشان الكابتن قال لنا وعنا نطلع الكوره اللي قدام ونستحوذ على الكوره، ونستعد لازم ننام كويس ونسمع الكابتن وناكل كويس ونصحى بدري والحاجات دي يعني. الحمد لله يعني احنا كسبنا 4-5-0 ولعبنا كويس قوي وانا جبت جول، يعني كان بيشجعنا مثلا بيقول لنا، كان بيقول لنا يعني نعمل ايه في الماتش، نلعب ازاي، نضغط ازاي، نشوط كده يعني. الحمد لله احنا عملنا لعبنا كويس وادينا باداء كويس، والكابتن علي طبعا قال لنا خطوات احنا المفروض نعملها، واحنا الحمد لله يعني فزنا 5-0. ان انا احتفل في ريال مدريد كريستيانو رونالدو.